يا مساء الخير واهلا وسهلا بكم. حلقه جديده من السادسه تبدا مع حضراتكم. تحياتي لجماهير النادي الاهلي العظيمه، واخص كمان تحيه الحقيقه جمهور النادي الاهلي اللي كان موجود في ماتش امبارح، مباراه الاهلي وسيمبا. من وجهه نظري ان الجمهور كان افضل ما في المباراه. اولا نبص لنص الكوبايه المليان، نقول مبروك. صحيح تاهل بشق الانفس، كان القدر بنا رحيما الحقيقه في مواجهه سيمبا ذهابا وايابا، لكن في النهايه حققنا المراد والمطلوب. لكن ده ما يمنعش ان يبقى في كلام لازم يتقال. انا عموما زي حضراتكم، زي كل جمهور النادي الاهلي، من اول ما الماتش بتاع الاهلي بيخلص ببقى على احر من الجمر، مستني ال 90 دقيقه اللي بعدها، مستني ظهور، متشوق لظهور النادي الاهلي مره ثانيه، واقعد استنى ال 90 دقيقه الجديده يوم بعد يوم وساعه بعد ساعه لغايه لما تبدا فاصل المتعه. بالنسبه لي الاهلي متعه، الاهلي بالنسبه لي مش قصه ألقاب وبطولات، مش قصة فوز وخسارة، لكن قصة متعة. أنا بحب الأهلي، بحب وبستنى 90 دقيقة بتوع كل مباراة بصرف النظر عن أهميتها وبصرف النظر عن المنافس. حتى لو الأهلي بيلعب في كأس الرابطة، يعني حتى لو الأهلي بيلعب في بطولة بالنسبة لي لا أهمية لها، اللي اتعود يلعب في كأس العالم والتشامبيونز ليج ويحقق الألقاب ويجيب دوري ويجيب كأس ويبقى ده العادي بتاعه، مش هيستنى لقب بطولة صغيرة مهما كانت. ورغم كده تظل مباريات الأهلي بالنسبة لي هي قمة المتعة، عشان كده بستنى ماتشات الأهلي دونا عن ماتشات أي فريق في العالم. بحب فرق تانية، وفي فرق تانية ممكن تكون بتقدم كرة في منتهى الروعة والجمال. بحب السيتي وبحب البايرن وبحب برشلونة، بحب أتفرج عليهم وبشجعهم، لكن في النهاية الأهلي بالنسبة لي في حتة تانية. من حق جمهور نادي الأهلي يزعل؟ طبعا من حقه يزعل، مش بس من حقه يزعل، من حقه كمان زعله. وإذا كان في بعض الجماهير غاضبة من الشكل والمستوى اللي ظهر بيه في الأهلي في المباراتين ذهابا وإيابا، فمن حقه كمان إنه زعله وغضبه ده يوصله للعيبة والجهاز الفني. امبارح واحدة من الماتشات، ودي حالة نادرة ما يعني ما بتحصلش كتير، اللي بستنى فيها صفارة الحكم عشان الماتش يخلص. شدة الأعصاب وحالة التوتر اللي كانت موجودة في ماتش امبارح ما بتعديش عليها كتير. جمهور الأهلي، جمهور الأهلي اتعود طول عمره بصرف النظر عن مين اللعيبة اللي لابسة التيشيرت، مين الجيل اللي بيلعب باسم نادي الأهلي، أو مين الجهاز الفني، أو مين المدير الفني اللي بيتولى المسؤولية، متعودين إن هما بيكسبوا وبيحققوا بطولات. مفيش حد صاحب فضل على جماهير نادي الأهلي. مفيش حد ممكن لجمهور نادي الأهلي يقول لجمهور نادي الأهلي أنت زعلان ليه أو غضبان ليه؟ من حق الجمهور إنه يعبر عن رأيه بمنتهى الصراحة. واللي حصل امبارح في الملعب الحقيقة يستدعي إن الجمهور يزعل. والأكثر من الزعل، يمكن لو حطيت كده في كفتين ميزان الزعل وميزان الفرحة، الفرحة بالتأهل للدور قبل النهائي، والزعل والمرتبط بمشاعر قلق لأنك رايح لماتشين بشوفهم من ضمن يمكن 6 أو 7 ماتشات هم الأصعب في الموسم كله. انت رايح لمواجهه سان داونز بعد مستوى على اقل تقدير لو وصفناه بالنسبه للجمهور الاهلي ما كانش مطمئن بشكل كبير. في الساعات اللي جايه اعتقد عندنا ويندو او يعني فاصل زمني، احنا النهارده الاربع، زي النهارده هنكون لعبنا سان داونز مباراتين، الاولى في جنوب افريقيا يوم الاحد والثانيه في القاهره يوم الاربع. السؤال كيف سيستعد الاهلي وكيف سيكون الاهلي جاهزا لمواجهتين من العيار الثقيل؟ وده السؤال اللي هنحاول النهارده. بعتذر لكل متابعي السادسه، النهارده هنلغي العالمي لانه مش وقته. النهارده الحلقه كلها الاهلي وسان داونز في محاوله لقرايه سان داونز اللي هنقابله ان شاء الله في فيكتوريا يوم الاحد. المباراه هتكون الساعه 7 اعتقد بتوقيتنا في القاهره، وحمدا لله انه المواعيد مش متسابه للانديه، لان انتوا عارفين لما كنا بنقابل سيمبا كنا بنقابله في عز الظهر، ولما كنا بنلعب مع سان داونز كنا بنقابله برده في عز الظهر، فاعتقد ان التوقيت هيبقى مناسب جدا للمباراه. لكن على كل الاحوال التفاصيل عن سان داونز، قرايه الفريق، مشواره في الشامبيونز في الافريكان ليج وفي الدوري المحلي، هنحاول نلقي عليه نظره. واعتقد كمان ان واحده من الحاجات اللي بتصب في مصلحتنا هي فكره الغيابات اللي بتضرب صفوف سان داونز الثلاثه، غيابات اكيده عن مباراه الذهاب. خلينا نروح لفاصل وبعد الفاصل نتابع اخبار حلقتنا.